ويلكم باك أعزائي. اليوم نريد نعرفكم على هذه الطائفة التاريخية، طائفة الأسينيون أو الطهوريون. التسمية هي الطائفة نسبة إلى كلمة أسين باليونانية أسينوي، وتعني باليونانية الصامتين أو الممارسين أو الأتقياء الورعين المختسلين، حسيدين باللغة العبرية الحسيديين بمعنى المشفقين. وقد أطلقت هذه التسمية على طائفة من الطوائف المتعددة في القرون ما قبل المسيح وفي القرن الأول الميلادي. طبعا معروفين هم الفريسيين والصدوقيين والزادكايت والأسينيين، أيضا طائفة من هذه الطوائف نشأت قبيل العهد المسيحي بالفترة المكابية. المكابية الحشمونية هم اللي عادوا بناء الهيكل بعد خرابها الأول، أعادوا بناء الهيكل، هيكل سليمان، وسكنوا في منطقة اليوم يسموها خربة قمران، خربة قمران قرب البحر الميت في الكهوف والمغاور. شوفوا هذه الصور، كهوف ومغاور وفق شرائع محددة ملتزمة بالطهارة والعبادة، وهي تختلف عن بقية الفرق اليهودية اختلاف أساسي وجذري في عقائدها وتقاليدها. اتخذوا نظاما نسكيا خاصا شديد التقشف، وأتباعها الماجوريتي الأغلبية مجتمع ذكوري رجالي، ولكن كان لأن هي شوف هم بدورهم أيضا منقسمين إلى طوائف، يعني مش أنك مفكر أنه الأسينيين طائفة واحدة فقط لا غير، وإنما هم أنفسهم كانوا يعني منقسمين إلى فرق. بعض هذه الفرق ما عندهاش مانع أنه النساء والأطفال يسكنون معهم، نساء وأطفال، البعض منهم يتزوج، لكن الغالبية كانوا لا يتزوجون، يمارسون التبتل. زين، فهناك أتباع الرجال وبعض النساء، نسبة بسيطة جدا من النساء. ومن أهم مبادئهم أنهم يحرمون نظام الرق. شوف شلون، من قبل المسيحية ومن قبل الإسلام ومن قبل بلاد الحبشي، أن مبادئ هذه الفرقة أنهم يحرمون نظام الرق على عكس الفرق اليهودية الأخرى التي يقوم نظامها على الرق، كما يحرمون الملكية الفردية. أكثر نظام اشتراكي في ذاك الزمن هو كان نظام الأسينيين الطهوريين، أكبر نظام اشتراكي كان نظامهم هم، بحيث أن الشخص لا يمتلك ممتلكات فردية خاصة له، شبيهة بالتعاليم المسيحية التي ظهرت فيما بعد. أنه في عندما تقرأ سفر أعمال الرسل كانوا الخزينة توضع بشخص معين يهتم بهذه المخزون، مثل ما يقول لك المسلمين بيت المال، ها بيت المال، نفس الفكرة نفس الفكرة. كما يحرمون الملكية الفردية ويرفضون تقديم الذبائح والقرابين، ليس يعني حتى ما يكون هناك سوء فهم، هم يرفضون تقديم الذبائح والقرابين لأن النظام اللي موجود في هيكل سليمان ذاك الوقت، الكهنة المسؤولين، الكهنة الكبار، مرتشين مرتزقين علوج. لا تنسوا أنه هي الفترة هذه الزمنية كانت فترة احتلال يعتبروها. من الذي كان يحتل الأراضي؟ الإمبراطورية الرومانية. اليهودي أيضا ينظر إلى هؤلاء الغريبين اللي سموهم الأمميين، يا إما الإنسان يكون يهودي يا إما غير يهودي، وإن كان الإنسان غير يهودي يسموه أممي. أنا وأنت وكلنا في نظرهم نحن نسمى بالأمميين، والأممي نجس. من هنا جاءت فكرة النجاسة. النجاسة هي ليست فكرة إسلامية أو طقس إسلامي أو مسيحي، لا، النجاسة هي فكرة يهودية بالأصل، فكرة أو طقس أو شعيرة يهودية بالأصل. ولكن باعتبار أن الهيكل كان يشتغلون فيها المرتزقة ذوي الضمير المعدوم، وتعرفون التاريخ يعيد نفسه، مثل هاليوم تشوف أعضاء في حكومة من الحكومات، في برلمان من البرلمانات، كلهم انهيبية وفراهيد وحرامية، فهذا نفس الشيء، التاريخ يعني يعيد نفسه. فكان هذا هؤلاء يرفضون النظام الكهنوتي الموجود في الفاسد والفساد الإداري، مثل ما نقولها اليوم الفساد الإداري. فالواحد شي يسوي؟ يمتنع ويرفض هذه الحكومة. البعض منهم كمجموعات وفئات وفرق يخرجون خارج المحلة بعيد عن هذا الخراب والدمار فهذا نفس الفكرة بالنسبة للأسينيين، أنهم تركوا المدينة وتركوا حياة التمدن وخرجوا إلى وادي قمران وهذه المناطق في العفار وفي هذه شبه صحراوية، هي شبه صحراوية.
ويرفضون تقديم الذبائح والقرابين، لأنك إن قدمت الذبائح والقرابين فأنت تنصاع إلى النظام الكهنوتي، وهم لا يريدون الانصياع للنظام الكهنوتي، ويدعون إلى التعايش السلمي. شوف، يدعون إلى السلام بين الشعوب. أتباعها يغتسلون كل صباح في مياه الينابيع الصافية، هذه أيضا بعض الصور. هم أول من قاموا بإنشاء الحمامات السباحة، هم ورفاقهم الموجودين وبعض الجماعات اليونانية والرومانية في أوروبا أيضا بنفس هذه الحمام، تشبه حمامات السباحة، إلا أن حمامات السباحة عند هؤلاء الأسينيين هي ليست للمتعة وإنما هي بغرض الطقوس. هذه الصور التي تشاهدونها هي بقايا آثار هذه الطوائف التي سكنت وادي البحر الميت. فالمعمودية المسيحية أصولها من هذه الشعائر والطقوس عند الأسينيين. وبين قوسين أقول ربما ويعتقد لأخوتنا وأصدقائنا وأولاد عمومتنا من العراقيين الشرفاء الصامدين اللي هم معروفين باسم الصابئة المندائية، أخواتنا الصابئة وأعزائنا وأشقائنا الصابئة المندائيون، لو تلاحظون أن كل الشعائر معظمها، يعني أقدر أقول لك 90% من الشعائر الدينية التي يمارسونها هي في تشبه حمامات السباحة. يعني أنا مرة شفت حفلة زواج، مو حفلة قصدي طقس، رسوم الزواج الديني عند الصابئة المندائية، وهي تتم في مع الكاهن، تتم في مياه تشبه مياه حمام السباحة بالضبط، المسبح أو البيسين أو أن فرانسي البيسين. هل ربما هناك علاقة بين هذه الشعائر والطقوس المندائية وبين هؤلاء الأسينس، باعتبار أن الأسينس أقدم بالزمن؟ فما نعرف، ربما. هل هي مجرد صدفة؟ ربما هي مجرد صدفة، لا نعلم. المهم، فكانوا هؤلاء الأسينيون كل صباح في مياه الينابيع الصافية يعتمدون في معيشتهم على ما يزرعونه، يزرعون أكلهم إيدهم والفاكهة، وكانوا يستحضرون العقاقير ويجمعون الحشائش ويشتغلون بشفاء الناس من الأمراض. شوف، هاي شفاء الناس من الأمراض يعني حترون جرس بذهن وتفكير المسيحي، لأن هذا تماما ما كان يفعله المسيح المزعوم. وقد آمنت هذه الطائفة أن الله هو الخالق الوحيد، واستمرت هذه الجماعة قائمة إلى سنة 68 ميلادية، أو في فترة تدمير الهيكل الثاني بعد ما هجموا الرومان وقضوا على التمرد اليهودي الموجود آنذاك، حيث قضى عليهم الرومان. وفي فرضية أخرى أن هذه الجماعة بدأت تتلاشى وتنقرض، وكان الأسينيون قد نسخوا تراثهم وحفظوه في كهوف خربة في قمران، حوالي 400 مخطوطة تقريبا، 400، ما هي المخطوطات التي نحن نريد أن نتناولها على أمل العودة إليها مرة أخرى، حيث يعني بيّنت هذه المخطوطات الكثير من التناقضات اللي موجودة في الأسفار التوراتية، وبالإضافة إلى المستمرة لخدمة السياسة اليهودية والوثنية الرومانية آنذاك. إلا أن اليهودي، لازم تعرفون مسألة مهمة جدا، أن اليهودي طبعا على وقته وعلى زمانه هو قبل المسيحية وبعد المسيحية وقبل وبالأخص قبل ظهور الإسلام، يقدس المخطوطة، يعني يقدس النص التوراة لأنها فعلا بالنسبة لليهودي هي مقدسة وهي من الله نفسه، يعني هي من الله نفسه، فلذلك يحترم المخطوطات. وكان يغتسلون قبل أن يقومون بقراءة التوراة، هذه عادة الوضوء، ولا يمسسه إلا المطهرون منكم. هذه كلها ترى هي بالحقيقة تعود إلى الشعائر الدينية اليهودية وليست الإسلامية. وحتى الوضوء في الإسلام، بعد ما تتعرفون أكثر على شعائر وطقوس الديانة اليهودية خصوصا عن هذول الأسينيين، حتشوف أن الوضوء نسخة منسوخة تماما من هؤلاء اليهود الذين سبقوا المسيح وسبقوا الإسلام. تشوف دائما اليهودي يتهم المسلم بالبدعة، يقول أنت مجرد بدعة وأنت تقلدونا، كل شيء عندكم تقليد، نحن الكوبي رايت. ونفس الشيء يتهم المسيحي بأنه يقلد. يعني هاي المعمودية وشعار المعمودية من أين أتت؟ هي شوية شوية نحن جاي لكم بالكلام يعني. فكان اليهودي بخصوص النصوص اليهودية العبرية، لما يمر عليها زمن من الدهر، طبعا هي مكتوبة إما على جلود الحيوانات، يا إما هي مكتوبة على أوراق البردي المستوردة من مصر وبلاد وادي النيل، فتخرب مع الزمن وتتحلل مع الوقت. فاليهودي ماذا يفعل؟ يحاول أن ينسخها من جديد على رقع جديدة،
وبالنسبة للقديم يحفظها في جرة ويدفنها تحت الأرض احتراما، لا يحرقونها ولا يعطوها غذاء للداجن، أكلها الداجن على قولة عائشة، وإنما يحفظونها في خزينة أو يضعونها في جرة أو يضعونها في محل مثل الحجرة مثل فخ الصياد، يحطوها وين؟ في داخل المعبد، في داخل مكان العبادة، السينغوغ اليهودي، السينغوغ يسمونه. فلم يكونوا مهتمين بالحفاظ على النسخ القديمة، لأنه لا يوجد أحد يتجرأ ويتهمهم بالتحريف. فلذلك ليش يعني ما هو الدافع حتى يحافظ على النسخ القديمة؟ لم يحافظوا، إذن لم يحافظوا على النسخ القديمة، بل النسخ القديمة بعد أن تتلف مع الوقت وتتحلل مع الزمن يضعونها في هذه الجرات ويدفنوها أو يخفوها احتراما لهذه يعتبروها النصوص الدينية. فمن هنا أن الخدمة التي قدمها الأسينيين أو الطهوريين أنهم وبدون علم طبعا، هو بدون أن يشعروا وبدون أن يعلموا، هم شو معرفهم أنه بعد 2000 سنة راح يتم اكتشاف هذه ما خطوه لنا وما تركوه لنا من آثار وسوف يعني تهز العالم هز، لم يكن يعرف. لكن هو قام اعتباطا على قولة اللبناني بالطباشي، يكتب لك هذه المخطوطات شوية من سفر أشعية، وسفر أشعية يعتبر من أهم الأسفار عند المسيحيين، أنهم يستخدمونها من أجل الاستدلال على أساس توجد نبوءات لظهور المسيح، مثل الآية المعروفة المشهورة اللي دائما تسمعها، هي الآن ما الصبية، أو ها هي هم مترجميها النسخة اليونانية، ها هي العذراء تحبل، السيد يعطي نفسه لكم آية، العذراء تحبل وتلد لكم ولدا يدعى اسمه عمانوي، هاي معروفة، هاي مأخوذة من أشعياء. فهم نسخوا هذه النصوص التوراتية مثل سفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاويين، وبالإضافة إلى أشعياء وبعض المزامير، كانوا أيضا يهتمون بالمزامير. فالآن أصبح لدينا رصيد عندما تقوم بمقارنة هذه النصوص اللي هي تعود إلى 300 سنة أو 200 سنة قبل الميلاد مع النصوص الموجودة اليوم في التوراة، التطابق كبير جدا، يعني التشابه بيناتهم كبير جدا، فهذا يصب في رصيد وفي مصلحة النصوص اليهودية. طبعا أكيد هناك تغيير، أكيد هناك شوية أخطاء، وهناك إذا تريد يعني تسميها تحريف تعمدي أو تحريف عمد يعني تعمد موجودة أكيد، ولكن ليست بالنسب الكبيرة الضخمة، إنما بنسب بسيطة جدا صغيرة، يعني لا تصب في العقيدة أبدا، هي مجرد أشياء سطحية، نعتبرها أشياء سطحية ثانوية وليست رئيسية. فالأسينيين أو الطهوريين كتب عنهم المعاصر، كان أحد المعاصرين لهم هو المؤرخ اليهودي المعروف اللي اسمه يوسيفوس فلافيوس أو فلافيوس يوسيفوس، اللي كتب كتاب معروف اسمه الحرب اليهودية سنة 75، وكتب أيضا كتاب آثار اليهودية، هاي ترجمة طبعا، سنة 94 ميلادية، وهو معاصر لفترة المسيح ومعاصر لفترة حيث ذكر أنهم مع الفرق الأخرى مثل الفريسيين والصدوقيين مذاهب الفلسفية اليهودية الثلاثة، وصف فلافيوس الأسينيين بالتقوى وبالتبتل والزهد في الدنيا والحياة، يعيشون في مجتمعات تشاركية يعني اشتراكية، يعني هم زرعوا بذور الاشتراكية والالتزام الصارم بالسبت اليهودي، لأن يعني السبت عندهم يوم مقدس حسب الوصايا العشرة التي وضعها موسى. كما أضاف أنهم كانوا يعمدون أنفسهم يوميا في الماء، كل يوم يعمدون. فكرة المعمودية بالنسبة للي ما يعرف هي رمز التخلص، أنك تغتسل من الذنوب، تغتسل من الإثم والخطيئة. فكرة المعمودية التي تطورت فيما بعد في المسيحية أنك تموت مع المسيح عندما تغطس في الماء، وعندما تخرج من الماء تخرج إلى حياة جديدة بعد أن تكون قد خلعت عنك الخطيئة القديمة، يعني هاي كلها رموز. فمن الذي يعني ابتدأ في بذر بذور هذه الشعائر الدينية؟ هم الأسينيون، يعمدون أنفسهم يوميا في الماء، يأكلون في جماعات، مو أنه كل واحد يروح يأكل لوحده وشايل سندويشة، لا، يقعدون مع بعض جماعات ويكرسوا حياتهم لفعل الخيرات، ويمتنعوا عن التعبير عن الغضب، لا يعبرون عن غضبهم. هاي أيضا من يعني هناك دروس إنسانية موجودة في الإنجيل والأناجيل المسيحية، ولكن الكثير منها مستنبطة من هذه الأفكار عند الأسينيين والطهوريين.
ويدرسون كتب الأقدمين شيء أكيد، ويبحثون في أسرارها ليل ونهار، يدرسون في هذه النصوص ويقدسون أسماء الملائكة. أسماء ملائكة مثل مين مثلا؟ مثل إسرافيل، ميكائيل. شوفوا هاي لفظة إيل في نهاية الكلمة، هي لفظة إلهية، يعني هم كانوا يعتبرون أولاد الله، هذول الملائكة أولاد الله يسموهم، ويقدسون أسماء الملائكة طبعا في كتاباتهم المقدسة. هناك روماني اسمه بيلينيوس، فبيلينيوس حدد أماكن تمركزهم في الصحراء في شمال غرب شاطئ البحر الميت، يعني شمال غربي اللي هو اليوم يسموها الضفة الغربية، حيث تم اكتشاف هذه المخطوطات المهمة اللي احنا سوف نتناولها في الحلقات القادمة. والأسين هي نسبة إلى الصامتين، كلمة أسين الصامتين يعني، أو الممارسين، الأتقياء الورعين أو المختسلين، وبالعبر الحاسدين أو الحسديين بمعنى المشفقين، المشفقين. وأطلقت هذه التسمية عليهم في الفترة المكابية، وسكنوا طبعا خربة قمران مثل ما أخبرتكم قبل قليل. وهم إذن راح نتناول المخطوطات في الحلقة القادمة، نريد نتكلم عن أسماء هذه المخطوطات المختلفة، إجمالي المخطوطات التي تركوها لنا إجمالا تقريبا 400 مخطوطة، تقريبا 400 مخطوطة. أريد نشوف، نحن فقط سوف نركز على المخطوطات التي تصب في صميم العقيدة المسيحية، نشوف وين التقليد والنسخ، احنا نقولها اليوم copy paste، اين حصل واين حدث الcopy paste، لانه جل الصميم وقلب العقيدة المسيحية سوف تجدون في هذه المخطوطات التي خطوها لنا جماعة من الناس قبل المسيح بمئات السنين، قبل المسيح بمئات السنين. واين علاقة يوحنا المعمدان؟ فهناك فرضية تقول ان يوحنا المعمدان كان احدهم، واحد من هذول الاسينيين، وكلهم معروفين انه يوحنا المعمدان يركز على المعمودية في نهر الاردن، مذكور في الاناجيل. والشيء الغريب انه كان له اتباع كثيرين، ويعتقد ان المسيح كان واحدا من اتباع يوحنا المعمدان. تقول لي معقولة؟ اقول لك الاشارات موجودة في الاناجيل نفسها. والمشكلة انه اول شيء هم قرايب، بالنسبة للي ما يعرف ان يوحنا المعمدان ويسوع المسيح في بيناتهم صلة رحم، في بيناتهم قرابة، اولاد خالة هم، وتقريبا من نفس الجيل، يعني الفترة الزمنية بيناتهم بسيطة جدا. ويوحنا المعمدان كان متمردا على الهيكل، متمردا على السلطة في اورشليم، ولذلك هو سكن في الخراب، يعني سكن في خارج المحلة، وكان يدعو الناس إلى التخلص من آثامهم والتحرر من الفساد اللي موجود، والعودة إلى الدروس والنصوص الحقيقية في كتبهم، وأن يجهزوا أنفسهم لظهور المخلص أو ظهور هذا الفادي العظيم، الفادي. طبعا فكرة الفادي وفكرة the suffering slave موجودة في هذه المخطوطات نفسها التي نحن نريد أن ندرسها فيما بعد. فيعترضون المسيحيين أنه فيما بعد يعني شاهدوا كيف أن يوحنا هو الذي قام بمعمودية المسيح، يعني المسيح تعمد على يدين يوحنا، فيا ترى يسألون نفسهم ليش؟ طيب ما هو المفروض المسيح يكون هو سيد يوحنا وليس العكس، إيش معنى المسيح يعني يقوم بهذه الشعائر على يدي سيده يوحنا المعمدان؟ كيف؟ يعني هذا الشيء غريب عندهم. فلذلك شوف الفرق بين النصوص، أقدم المخطوطات اللي موجودة في إنجيل يوحنا مثلا والمخطوطات التي جاءت فيما بعد، الفرق أنهم ضافوا كلمات وضافوا بعض الجمل والمصطلحات حتى يكحلوها شوية، مثلا أضافوا المقولة المنسوبة زورا إلى لسان يوحنا أنه يقول على أساس لست مستحقا، يتكلم عن نفسه، لست مستحقا أن أحل رباط نعليه، أو حينما يقول المسيح أنه لم تلد امرأة بطنا مثل يوحنا المعمدان، لا يوجد مثله، ولكن صغيركم يعني بالنسبة للمؤمنين أصغركم في الملكوت هو أعظم من يوحنا. هذه إضافة، ليش هي وكيف تعلم أنها إضافة؟ لأنها ليست موجودة في النسخ القديمة، أقدم النسخ غير موجودة، فظهرت فيما بعدها. شنو معناته؟ يعني اللبيب بالإشارة يفهم، ومعناته أن اللي كتب النص لم يعجبه كيف أن سيده المسيح
يكون مثل الصبي عند يوحنا المعمدان، لا لم يعجبهم ذلك. ومن حسن حظهم أن يوحنا المعمدان مات، يعني قتل وقطع رأسه على يد الملك المتغطرس هيرودس، لأن هيرودس كان يمارس مع زوجة أخاه أو زوجة أخيه، فاعترض عليهم يوحنا وقال لهم هذا لا يجوز، هذا آية يعني هاي زوجة أخوك لا يجوز لك أن، فراح تخلصوا منه وقطعوا رأسه. المهم موضوع طويل، وأرجو أن تكون هذه مقدمة بسيطة مختصرة جدا عن الأسينيون، وفي الحلقات الأخرى سوف نتناول المخطوطات بتفاصيل أكثر. شكرا جزيلا وإلى حلقة أخرى.